اهلا بيك في حلقه جديده على قناه عرب هاردوير. اختيارك لكارت الشاشه في جهازك اسهل اختيار ليك. ليه؟ لان واحد انت ما عندكش فريق قصاد فريق، هو فريق واحد ما فيش غيره انفيديا. اتنين بتحدد الريزولوشن بتاعك عشان تاخد الكارت المناسب زي ما وضحت في حلقات قبل كده فاتت. انفيديا دلوقتي المهيمن على سوق كروت الشاشه بتتعمد انها تحدد اداء الكارت المناسب للالعاب بناء على الريزولوشن اللي يقدر يحقق فيه الكارت متوسط ال 60 فريم فما فوق. او لو انت مش واخد بالك من كل الكلام ده، انت بتخصص للكارت أكبر نصيب من الميزانية بتاعتك وبتروح تشتري. الفكرة ان انفيديا السنة دي او في الجيل الجديد بالتحديد ليها ادت دفعة كبيرة جدا لفئة الميد رينج بالRTX 2060. كنا دايما متعودين في كل جيل ان الفئة دي من اي اجيال فاتت هي الفئة الافضل لاصحاب شاشات الـ 1080p، وفضل الوضع على الحال ده لحد الاعلان عن الRTX 2060 في CES 2019، وتعلن انفيديا عن الRTX 2060 والوضع يتشقلب 180 درجة. بقى دلوقتي كارت الميد رينج ده من انفيديا بسعر $350 اي ما يوازي 1440 درهم اماراتي هو الافضل لدقة العرض 1440 بي. لو تفتكر ان دي الدقة اللي كانت كروت السبعينيات من انفيديا معمولة عشانها زي الجي تي اكس 1070 وال 1070 تي اي وحاليا الار تي اكس 2070، فانا شايف ان بدل ما تروح تدفع فلوس اكتر في الار تي اكس 2070 عشان تلعب على دقة عرض 1440 بي، بقى بالنسبة لك الار تي اكس 2060 هو الافضل سعرا مقابل اداء مقابل مميزات. وده زي ما قلنا حط الار تي اكس 2070 في موقف لا يحصد عليه على الاقل على صعيد الاداء والسعر مقارنة بالار تي اكس 2060. ولما نيجي نتكلم عن المقارنات، ما تحلاش المقارنات الا لما نذكر منافس انفيديا اي ام دي. مش تريقة والله، بس تحس كده ان ديفيجن الجي بي يوز عامل زي عاطف في فيلم الناظر، موجود ومش موجود، وكل ما بيتكلم بيضايق شمس ليه. يا جماعة الشيء ده كل ما يفتح بقه بينرفزني. مش واخد نفس الاهتمام اللي واخده ديفيجن البروسيسورز او هياخده، ادينا يعني مستنيين. كان في محاولات لانقاذ الديفيجن ده من الضياع، لكن كلها محاولات مش عاوز اقول فاشلة بس متأخرة. من وجهة نظر بعض الناس المحاولات دي ما كانش ليها لازمة، او كانوا يصبروا شوية، او على الاقل يستثمروا اكتر في الديفيجن ده. اخر المحاولات اللي كانت متاخره حوالي سنه وثلاث شهور عن جيل باسكال من انفيديا كان الار اكس فيجا 64 و56 اللي كانوا في منافسه صريحه قصاد الجي تي اكس 1080 والجي تي اكس 1070. اما الجي تي اكس 1080 تي اي فده كان في عالم لوحده خالص. غير كده الكروت دي اصابتها موجه التعدين بالشلل الكامل، بمعنى ان لفتره كانت الكروت دي مش موجوده، وان كانت موجوده كانت اسعارها مبالغ فيها، ومفيش اي داعي اننا نذكر ادائها كان عامل ازاي ودرجة حرارتها واستهلاكها للطاقة قصاد المنافس ليها اللي مسلمش هو كمان من فترة من موضوع التعديل. بس دلوقتي الموضوع اهدى بكتير عن سنة او سنة ونص، وبما ان هوجة التعديل قلت، فهل بقى لو حطينا كارت زي الـ RTX 2060 قصاد الـ RX فيجا 64 و56 هيفضل الـ RTX 2060 محتفظ بمكانته من حيث السعر والاداء واستهلاك الطاقة ودرجة الحرارة؟ خلينا نشوف الكلام ده على السيستم اللي هتظهر لك مواصفاته حالا. انا هعتمد في التجربة على ريزولوشن 1440p، بما ان الكارت الجديد هو الـ RTX 2060 اولا بيستبدل جي تي اكس 1070 تي اي، وبالمناسبة هيكون من ضمن الكروت في الاختبار الكارت ده. تاني حاجة انه الافضل بناء على تصريح انفيديا وبناء على الاختبارات اللي تمت في حلقتين فاتوا سواء كان على الـ 1440p او الـ 1080p، فالكارت ده هو الافضل للمرحلة دي او المرحلة دي. من حيث الاداء فاحنا متفقين ان الـ RTX 2060 اسرع من الجي تي اكس 1070 تي اي بنسبة تقدر في الاداء بحوالي 5%، في حين ان الار اكس فيجا 56 اسرع من الار تي اكس 2060 بنسبه توصل ل 3.6%. وبما ان الار اكس فيجا هو منافس اي ام دي لكارت انفيديا الجي تي اكس 1080، فالار اكس فيجا 64 اسرع من الار تي اكس 2060 بحوالي نسبه تقدر ب 12%. كروت الار اكس فيجا بتعتمد على معماريه اقدم من كروت انفيديا، فان كان في تقارب في الاداء ما بين كارت زي الار تي اكس 2060 والار اكس فيجا 56، وان كان الار اكس فيجا اسرع من الـ RTX 2060، فكروت انفيديا بتمتاز بشوية مميزات زي دعمها للأدابتف سينك الى جانب الجي سينك، وما ننساش اهم ميزة او جوهر الجيل الجديد انه بيدعم الري تريسينج. اي نعم هي لسه تقنية جديدة، هي والدي ال اس اس المعتمدة على التنسور كورز، ومش العاب كتير بتدعمها الا انها فرق وفرق متاح.
المقارنة لسه ما خلصتش، الموضوع مش موضوع اداء بس، في اعتبارات تانية في المقارنة لازم ناخد بالنا منها زي استهلاك الطاقة. كروت AMD اللي استخدمناها في المقارنة متوسط استهلاك الطاقة بتاعها بشع، لان الكروت اللي مفترض اقل منها على حسب النتائج في فجوة كبيرة بينها وبين كروت انفيديا في استهلاك الطاقة. وبما ان استهلاك الطاقة عالي اذا درجات الحرارة هتكون عالية. التجربة هنا كلها تمت على الكروت القياسية سواء كانت من انفيديا او من AMD. الكروت القياسية من الاجيال اللي فاتت حد كبير متقاربة من بعض، لانهم التلاتة كانوا بيعتمدوا على نفس الكونسبت في التبريد، المروحة اللي موجودة في اخر الكارت، على عكس التصميم الجديد اللي اعتمدت عليه انفيديا في كروت الـ RTX الفاوندرز اديشن، مروحتين بدلا من مروحة بلوينج فان وهيت سينك بطول الكارت معتمد على تكنولوجيا الغرف البخارية في التبريد. اخر نقطة في المقارنة وهي السعر. سعر الـ RTX 2060 زي ما قلت هو $350 او 1440 درهم اماراتي للنسخة الفاوندرز اديشن. سعر النسخة الفاوندرز اديشن من الجي تي اكس 1070 تي اي هي $569. فال RTX 2060 ارخص، اسرع بشويه قليله واحدث. اما ال RX فيجا 56 فهو سعره $555، النسخه المتاحه منه نسخه احترافيه التصميم وكان سعرها عقلاني جدا. ال RX فيجا 64 سعره $650 واللي برضو نسخه احترافيه وكلنا شايفين الموضوع رايح فيه. ال RTX 2060 لازال محتفظ بكل حاجه، سعرا مقابل اداء مقابل مميزات. فان كان ال RX فيجا 56 او ال RX فيجا 64 اسرع من ال RTX 2060 ب 3.6% و 12% على التوالي، فال RTX 2060 اقل سعرا بنسبه تقدر ب 57% لو قارنته بال RX فيجا 56 واقل ب 85% من ال RX فيجا 64. الخلاصه ان ال RTX 2060 اقل في استهلاك الطاقه، اقل في درجه الحراره، احدث من حيث المعماريه، مع الدعم لتقنيات جديده زي الري تريسنج والديب ليرنينج سوبر سامبلينج او DLSS، ودي حاجات للأسف AMD ما جاتش جنبها لا من قريب ولا من بعيد. وزي ما قلت في حلقة قبل كده، موقف AMD من التقنيات دي هو موقف مطور لعبة سايبر بانك. اللعبة هتنزل وقت ما تكون جاهزة، هندعم الري تريسنج وقت ما نلاقي الحاجة لدعم التقنية دي، وبكده تفضل لإنفيديا الأبر هاند في سوق كروت الشاشة. والسؤال هنا، هل الريديون 7 كارت AMD الجديد هيقدم جديد قصاد إنفيديا على الأقل على صعيد الأداء بدون الري تريسنج؟ وده بالظبط اللي هيكون كلامنا عنه في الحلقة اللي جاية، اللي تقدر تستناها بإشعار يجيلك لما تعمل سبسكرايب للقناة، ده لو انت جديد معانا في القناة. لكن لو متابعنا فلايك لو حلقتنا عجبتك، أكيد رأيك تحت في التعليقات.